بتشوف انه عمر كمال عبد الواحد هو الافضل في مركز الباك اليمين ولا اكرم توفيق زي ما الراجل المعتمد عليه كده؟ عمر كمال عبد الواحد بالنسبه لي في اي حته في اي مكان. تحبه انت كابتن شريف؟ لا انا احب اللعيب القوي السريع اللي عنده شخصيه اللي ما بيخافش يخش من ناحيه الشمال يخش من ناحيه اليمين يخش. ساعات بيبقى عنده ميس باص ساعات التصرف ديلي في الكوره، ولكن خلينا نتفق لما بتبقى الفرقه كلها كويسه اقدر اعوض اي ميسنج اجيب الكره تاني ونعمل البلان 2 نعمل البلان بي نعمل اي حكايه تانية. ولكن في القالب نفسه او الشخص نفسه او المعدن نفسه او البتاع موجود، السي في بتاعه موجود. أيوة. طب النتيجه ايه؟ موجوده. طب عمل ايه؟ شاط وجاب اجوان وعمل ومش عارف ايه وجاب ولعب منتخبات يعني لازم انت تبقى محضر نفسك وانت بتكلمني عن اي لعيب، ايه هو مين هو عمل ايه راح فين جه منين؟ يلعب في الاهلي؟ ايوه يلعب في الاهلي. بالتالي يلعب في المنتخب. لا انا بتكلم بقى كابتن شريف على حتتك اللي انت واحد من اهم الناس اللي جت في المكان ده، فكره الباك اليمين اكرم محمد هاني ربنا يشفيه، عندنا اكرم توفيق راجل معتمد عليه وفي ناس بتشوف انه اكرم توفيق دفاعيا هايل جوكر بس هجوميا ما عندوش المردود الهجومي الكبير، وناس شايفه ان العكس عند عمر كمال، عمر كمال مردود هجومي كبير جدا بس دفاعيا اقل. بس الناس اللي بتدعم فكره عمر كمال بتقول لك انت النادي الاهلي 90% من ماتشات او 85% من الماتشات اللي بيلعبها هو اللي ابر هاند، هو اللي بيهاجم ما بيجيش عليه كور كتير، فانت عايز هو لعيب يكون عنده النزعه الهجوميه اكتر. بس انا هقول لك على حاجه، انت المطلوب من اللعب والتعليمات بالنسبه للاماكن دي، انا لعبت وينج رايت ولعبت وينج ليفت، تمام فهمتني؟ المطلوب بيبقى من اللاعب الاوردر بتاعك ايه؟ انت لما هنهجم هتكمل معايا لغايه نص الملعب. ايوه لو لقيت الكره الناحيه الثانيه بتكمل بتعمل سبيس لنفسك عشان لو حد شافك كده بيطلعك الشادو اتاك، يعني بتبقى في حته ما حدش ياخد باله منه فيتلعب لك الكره انت اللي تعمل الكروس. تمام انا بشوف اكرم بيوصل لغايه خط السته بالكوره. انا بشوف اكرم تقدر تعمل له ثرو باص لما بيبقى قفشه موجود يطلعه بين بيتين يقدر يعملها عرضيه او يقدر يجيب جول. بشوف اكرم بيقطع برجله اليمين ويخش برجله الشمال يجرب. بشوف اكرم بيجيب جوال ساعات. ايوه فاكرم سليم، اكرم الفتك الفيتنس بتاعه البدني كويس، تلعبه في النص اهلا بيه، تلعبه باك رايت اهلا بيه. انما عمر كمال عبد الواحد يلعب في اي حته. والله لو عايز تبتدي بيهم جرايت واكرم وراه انا موافق. ايوه لو عندك شورتش في ناحيه في طاهر في طاهر مصاب او بيرسي تاو مش موجود خدت بالك يعني يبقى بديل. شفت عمر ده البينالتي ولا ده كان لا لا ده جول ده جول من نفس المكان اللي جه منه البينالتي بتاع العين ده هو اللي جاب الجول. هو اللي جاب الجول. طب وفي جول عمله لامام ولسه بينالتي جابه من اول امبارح دخل العين. الحته دي قدام ودخل جاب بينالتي. فده كواليتي اوف بلاير وطيع يعني بيلعب في اكتر من مركز سبعة من عشرة وفوق صحيح.